بنصبح لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. هيكون معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وكمان في النهاردة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. وكمان في فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، ده هيكون على جنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، وكمان إيه الأماكن اللي هيكون فيها أمطار، وهل في محافظات هيكون فيها أمطار غزيرة؟ بالفعل احنا اليوم هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، وده بسبب استمرار تاثرنا بمصادر الكتل الهوائيه القادمه من جنوب وشرق اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضه في درجات حرارتها بشكل كبير، وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على انخفاض درجات الحراره، وكمان تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فبالتالي بحس معاها انخفاض درجات الحراره. الاجواء احسسنا بيها فتره النهار بتكون اجواء مائله للبروده على اغلب المناطق الشماليه مرورا بالسواحل الشماليه الوجه البحري القاهره الكبرى، اجواء معتدله على محافظات شمال الصعيد، اجواء دافيه ومائله للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فتره النهار خاصه وقت الظهيره، لكن اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل بيكون في انخفاض ملحوظ جدا في درجات الحراره خاصه ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، لان الصغرى على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 8 و9 درجات، محافظات شمال الصعيد ما بين 5 و6 درجات، فالاجواء شديده البروده على اغلب الانحاء الجمهوريه خلال فتره الليل. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء وشمال الصعيد بسبب انخفاض درجات الحراره الشديد فترات الليل، ايضا في فرص لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى خلال فترات الليل بسبب انخفاض درجات الحراره لتحت الصفر. بالاضافه كمان ان اليوم بالفعل في فرص للامطار على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، وهي امطار خفيفه ممكن تبقى متوسطه في بعض الاماكن من مطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. الامطار بتكون على فترات متقطعه من اليوم وبتختلف شدتها من محافظه لمحافظه. كمان اليوم طبعا فتره الصباح الباكر تكونت شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي بتبدا في التلاشي مع سطوع اشعه الشمس، فان شاء الله ساعه بالكثير من دلوقتي وتبدا الشبوره المائيه في التلاشي من على اغلب الطرق. متوقع ان شاء الله غدا يكون في مزيد من تعمق المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا، فكميات الامطار غدا هتزيد على المناطق الساحليه وتتحول كلها امطار متوسطه على المحافظات المطله على البحر المتوسط، بالاضافه كمان الامطار هتتقدم لبعض المناطق الداخليه غدا وتشمل جنوب الوجه البحري بعض المناطق من القاهره الكبرى. صحيح. طيب انا يعني احنا تقريبا دايما مع حضرتك في متابعه يوميه على برنامج صباح الخير يا مصر مع حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. وحضرتك بتقولي ان بكره هيكون الامطار يمكن اكثر شده. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها معاكم من القاهره والعظمى 17، الصغرى 9، العاصمه الاداريه 17 8، الاسكندريه 16 10، العلمين الجديده 16 10، مطروح 15 8، دمياط 16 10، بورسعيد 17 10، الإسماعيلية 18 7، السويس 17 9، العريش 16 9، كاترين 11 1 تحت الصفر، طابة 15 10، حلايب 22 14، شلاتين 24 15، شرم الشيخ 23 13، الغردقة 24 12، الفيوم 17 8، بني سويف 17 8، الوادي الجديد 20 6، أسيوط 18 6، سوهاج 19 7، قنا 22 8، الأقصر 23 9، وأخيرا أسوان 24 9. طمنا حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نتوخى الحذر لأن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، وكمان في شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر. وهرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معكم فقرة صباحية مصر.